السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ دلوقتي انتوا هتشوفوا معايا الجزء التاني من روتين العناية بالشعر. اولا بس انا عايزة اعتذر لانه الفيديو هيكون طويل شوية. اول حاجة خليني اقول لكم كل الحاجات اللي احنا هنستخدمها علشان نوصل للعناية الصح للشعر. هنحتاج فرشة شعر من النوع اللي هي بتبقى عاملة زي نص دايرة من فوق كده، لان الفرشة دي مهمتها انها بتعمل مساج لفروة الراس، بتوصل الدم للجذور وبتنشط الدم والدورة الدموية في الشعر، فده بيساعد على ان الشعر يعني يرجع يبقى صحي اكتر. وهنحتاج كمان فرشة بلاستيك، يعني هي مشهورة قوي، خلينا نقول فرشة رخيصة يعني مش فرشة ذات قيمة، عشان هنحتاجها لما هنستخدم حمامات كريم او هنستخدم زيوت او حاجة نحتاجها، علشان الفرش التانية دي بيبقى فيها قماش، دي بتبقى من ورا ما فيهاش قماش خالص، هي بلاستيك في بعضها بس. هنحتاج زيوت طبيعية، والزيوت الطبيعية دي انا عملت لها فيديو في الجزء الاولاني، لو انتم مشفتهوش هتلاقوا اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس. دي مجموعة زيوت طبيعية، يا اما متخلطة كده يا اما كل واحد منهم على حدة، زي ما انتم شايفين زيت جوز الهند، زيت جوجوبا، زيت خروع، زيت زيتون، وفي انواع زيوت تانية انا ما ذكرتهاش بس لاني ما لقيتهاش بصراحة، بس ان شاء الله هدور عليها وهبقى اصورها لكم على السناب شات. لو انتم مش عارفين سناب شات فهتلاقوه مكتوب تحت في الديسكريبشن بوكس، تابعوني وان شاء الله تعرفوه. هي زي زيت اللوز، زيت اللوز الحلو، وزيت بذور العنب، وزيت الافوكادو. لو انتوا لقيتوهم هاتوهم وحطوهم على بعض، شوفوا الفيديو اللي فات الجزء الاولاني هتعرفوا ازاي تقدروا تخلطوا كل الزيوت دي مع بعض. هنحتاج لنوع شامبو اللي تبع نوع شعرك، يعني انتي مثلا شعرك دهني شعرك جاف، طبعا دي نوع من انواع الشعر. انا عن نفسي بحب جدا اجيب مجموعة عناية بالشعر، شامبو وبلسم وحمام كريم، التلاتة مع بعض يكملوا بعض، مش لازم يكونوا نفس الماركة بس المهم انهم يكملوا بعض. هنحتاج الحمام كريم، انا بصراحة مينك اكتر حاجة بحبها لان هو فعلا بيرطب الشعر، والبلسم كنت بستخدم كمان هيركل بس هو خلصان، فمعلش هبقى اصوره لكم واحطه لكم برده في السناب. وهنحتاج كريم تصفيف شعر، انا بصراحة هيمالايا منزلة مجموعة حلوة بس انا حبيت ده بالبروتين، جميل جدا لأي انواع الشعر. انا كل الحاجات اللي انا بقولها في الفيديو لجميع انواع الشعر، يعني ما تخافيش وما تقلقيش. يمكن هيمالايا ناس ما تحبوش قوي لانه شوية بيدي تاتش فينش ان هو زي الجل، فانت اختاري الكريم اللي انت حباه اللي يبقى كويس ويغذي الشعر، اتأكدي ان هو كريم بيغذي الشعر مش مجرد كريم للتسريح. بالنسبة للناس اللي شعرهم دهني، انا ما بحبش خالص البديل الزيت، بحسها كريمات كده مش لطيفة خالص، فاستخدموا كريم عادي زي الكريم بتاع الملاي. وفي سبراي انا بصراحة حبيته جدا، وده للناس اصحاب الشعر يعني المتشابك، من جلاس، اسمه جلاس، ده بالكرياتين، وفي منه بالعسل والكرياتين وفي بالورد اعتقد، مش فاكرة، بس ده حلو قوي، هيساعدك في ان انت تسلكي شعرك بس رشتين على شعرك من غير ما تمسحيه، وتمشي على طول بالفرشة هتلاقيه فك التشابك على طول. نيجي بقى لروتين العناية بالشعر، ازاي اقدر اعتني بشعري وازاي شعري في فترة قليلة هيرجع تاني يستمد طاقته ويرجع يطول. اولا استخدامك للشامبو، كلنا بنستخدم الشامبو غلط، الشامبو فيه نسبة كيماويات عالية جدا، عشان كده لازم تاخدي معلقة شامبو قدامها معلقتين مية، يعني ضعف الشامبو، وتاخديهم وتحطيهم في كوباية وتقلبيهم كده وتستخدميهم على شعرك. ودي نصيحة، ما تستخدميش الشامبو خام على شعرك بجد بيأذيه. بالنسبة لحمام الكريم، كل الناس فاكرة ان حمام الكريم كل ما نكتر منه كل ما هيفيد،
غلط غلط خالص. حمام الكريم لازم تكون الكمية على قد الشعر، يعني تاخدي كمية كده على ايدك، يعني تقريبا عقلتين، ما تاخديش كتير. طبعا الكمية اللي انا واخداها دي كمية شعر واصل لحد الكتف تقريبا. تاخدي دابل لو شعرك اطول من كده، يعني كل ما شعرك يطول شوية تزودي حبة، بس اهم حاجة انه ما تاخديش كتير. حاجة علشان ما تنسو ما نساهاش، الشامبو بيقعد على الشعر بس دقيقة دقيقة ونص، حمام الكريم بيقعد من 2 لـ3 دقايق، اكتر من كده لا، والبلسم كمان من 2 لـ3 دقايق. فبكده يبقى تقريبا انتي استخدمتي الكيماويات دي على شعرك تقريبا 5 دقايق، وحمامك اصلا لازم يكون كله على بعضه 15 دقيقة. اوعي تستخدمي مية سخنة، لازم تستخدمي مية في فترة، مية سخنة بتأذي الشعر جدا. بعد ما تخلصي الحمام، اهم نقطة، اوعي تعصري شعرك، حرام عليكي حرام عليكي شعرك، انك تعصري شعرك كده حرام بجد. فلازم تاخدي بالك ان هو رقيق، والمفروض انك تعمليه برقة شوية. فشعرك هتمسكي فوطة وتبدأي تنشفيه من تحت لفوق زي ما انتي شايفة كده، تنشفي شعرك من تحت لفوق، هتقلبي دماغك وتبدأي تنشفيه من تحت، من اول الخصل، من اول الجذور، المقصود تحت اللي هو يعني الدماغ، من اول الجذور فوق كده لحد الخصل. وبعدين هتلفي شعرك زي ما انتي شايفة كده في الصورة، وهتلفيها بالراحة مش برم جامد، وترجعيها لورا، وتستني تقريبا يعني كام دقيقة لحد ما الفوطة القطن تمتص كل نقطة مية موجودة في شعرك. بعدين تسيبي شعرك ينشف في الهواء العادي. اوعي تستخدمي سشوار او مكوى على شعرك. لو انتي مستعجلة وعايز تنزلي خدي شاور بدري، انما ان انتي تستخدمي مكوى او سشوار غلط جدا جدا على شعرك. وكمان ما تسرحيش شعرك تماما وهو مبلول، اوعي تسرحي شعرك وهو مبلول. في نقطة كمان مهمة، قبل الشاور لازم تعملي مساج لشعرك. بتاخدي 2 3 زيت من اي نوع من انواع الزيوت اللي انا قلتهم لك واللي موجودين في الفيديو اللي فات، تقدري تشوفيهم وتاخديهم على اطراف صوابعك الانامل، وتبدأي تعملي مساج لفروة راسك بحيث ان انتي تجددي الدورة الدموية فيها، وتستني تقريبا تقريبا 5 دقايق قبل ما تاخدي الشاور، وتخشي تاخدي الشاور عادي جدا. بعد الشاور اول ما شعرك يبدأ ينشف شوية، هتبدأي تكيمي الزيت اللي انت هتستخدميه، المفروض ان هو هيعمل ماسك لشعرك. يعني لو انت ما عندكيش مشكله انك تستخدمي زيت بعد الشاور، اوكي عايز تستخدمي كريم براحتك، بس انا يعني افضل الزيت لان هو اللي هيساعدك. تبداي تعملي مساج لفروه راسك، وبعدين تستني لما شعرك ينشف خالص، وبعدين تبداي تمشطي. في حاجه مهمه كمان، لما تيجي تنامي بالليل اوعي تلمي شعرك بتوكة جامدة كده، لازم تسيبي شعرك حر. ولو انتي من النوعية ان انتي ما بتحبيش تلمي شعرك جامد، اوكي تقدري تلمي شعرك خفيف، ابعدي عن البنس وعن التوك اللي بتأذي الشعر، بتكسرها وتتنيها وتعمل كل ده. اهالينا دايما كانوا بيقولوا لنا لازم تقصوا الشعر مع بداية الشهر العربي. خليني اقول لك المعلومة، بداية الشهر العربي يعني نهاية قمرية، نهاية قمرية يعني لسه القمر لم يكتمل. الوقت الصح انك تقصي فيه شعرك هو وقت اكتمال القمر، اللي هو بالظبط في الشهور العربية 13 14 15 من الشهر العربي. في الوقت ده تقدري انك تقصي اطراف شعرك عشان تطول. وكمان علشان تاخدي بالك من النتيجة اللي انت عملتيه لشعرك، لازم تحسبيها بالشهور العربية، يعني تبدأي مع الشهر العربي وتشوفي اخر الشهر العربي شعرك طول قد ايه، وان شاء الله من اول شهر هتبدأي تاخدي بالك من النتيجة، وتاني شهر هتبدأي تاخدي بالك اكتر ان شعرك بقى بيلمع اكتر وطول اكتر وبقى صحي اكتر. كل النصايح دي مهمة جدا، وفي نصايح اكتر واكتر حسيت ان انا هطول في فيديو لو قلتها هنا، هتلاقوها تحت في البلوج، اللينك موجود تحت في الديسكريبشن بوكس. ما تنسوش تعملوا لايك للفيسبوك، وما تنسوش كمان تتابعوني وتعملوا سبسكرايب للشانل هنا، وتتابعوني على انستجرام وسناب شات، وبحبكم جدا، واعملوا شير مع صحباتكم، وكمان اكتبوا لي كومنتس تحت في رايكم، وما تنسوش تقولوا لي نفسكم نعمل ايه في رمضان، عشان انا محضره مفاجآت كتير وعايزاكم تشجعوني. وبس، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية، والسلام عليكم.